نوع آخر من أنواع الـ Subject Reactive Extension أو بالعكس جافا هو الـ Async Subject. الـ Async Subject لما أنت تسوي له Subscribe أو تستخدمه كـ Observer الفد Observable معين وبعدها تسوي Subscribe عليه بأي وقت، فهذا وظيفته يجيب لك أحدث قيمة موجودة. حتى لو هذا العملية مع سبسكرايب صارت ورا ما خلص الاميتنج للديتا كلها وكمل وانت سويت سبسكرايب، بأي وقت هو حيجيب لك آخر قيمة موجودة في حال أنه توفرت. يعني انت ممكن ما خلصانة بعد مثلا دي يسوي اميتنج وسويت سبسكرايب، حينتظر لما انت يوصل آخر قيمة ورا شوية راح يدز لك إياها هي فقط وما يدز لك البقية، سواء كنت مسوي سبسكرايب من البداية أو في وقت لاحق. طيب خلنا نروح نشوف هذا الكلام بالكود. سويت شغلة بسيطة، خليت الوقت نص ثانية بدل ثانية. هذا عندي publish subject تلقائيا كان يعيد emit لكل الداتا اللي تجي كobservable أو كobserver، حيستقبل كل الداتا كobservable، حيرجع يبعث كل الداتا بالوقت اللي اجته. فقط لو استبدله async object subject وأسوي run من جديد، لاحظ أن المفروض خلال 5 ثواني تنبعث كل القيم. نسوي run، الآن اشتغل الابليكيشن. بعد ما تمر 5 ثواني وصلتني آخر قيمة فقط اللي هي 9. طيب أنا هاي تأخذ 5 ثواني، لو أجي أسويها 3 أخذ 3 عناصر، فراح تأخذ المفروض 1.5 ثانية ويجيب لي رقم 2. نسوي run ونشوف ورا 1.5 ثانية من تشغيل البرنامج جاب لي آخر قيمة اللي هي 2. طيب خلنا نسوي شغلة واللي هي راح أشيل الكومنت من هذا اللاين وخلي أسوي نفس الكارثة، أوقف المين ثريد 4000 ملي ثانية و يعني 4 ثواني، وبعدها يلا أسوي سبسكرايب بحيث كل الديتا صاير لها إميتنج وخلصانة. يعني تلقائي الليمتين كاملان، يعني أنا ما أخذ بس 3 عناصر على 1/2 ثانية، 1.5 ثانية كل شيء كاملان. فلاحظ أيضا إجتني الـ on next، أما في الـ publish subject كان الوضع مختلف. كان الوضع أنه لا، أنت يجيك كل شيء بوقته، وإذا خلصان الوقت بعد ما راح تجيك أي ديتا. أما هنا لا، حتى لو خلصان الوقت راح يجيب لك آخر item صار لأمت، اما اذا كان الوقت ما خلصان فراح ينتظر يصير امت الاخر ايتم وراح يجيب لك اياه. هذا راح يفيدك لما انت تريد الناتج النهائي العملية او الاوبزرفبل معين، بغض النظر عن الاهتمام بالخطوات او الستبس اللي تصير او اللي يسوي لها امتنج قبل ما ترسل. بهاي الحالة حنستخدم الاسينك سبجكت.